الشاشة الجميلة الرائعة، نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. احنا الآن دخلنا ليلة العيد في غروب شمس هذا اليوم، انتهى رمضان ودخلنا في ليلة العيد، كما سمعتم من أخونا الغالي الشيخ عبد الله من سنن العيد. طبعا أول سنة تبدأ معك هي التكبير، من أول الغروب أول سنة تبدأ التكبير، والتكبير ذكركم الصيغة من الآن، يعني نقول الله أكبر الله أكبر، التكبير يكون على في الطرقات كل مكان، التكبير مطلق. نعم، وينتهي بصعود الخطيب إلى المنبر غدا صلاة العيد. سمعنا صوتك كذا يا شيخ بالتكبير. اي والله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة مثناه ثلاثة، الله المستعان. الشاهد ثم عاد في سنن غدا، التطيب والاغتسال ولبس الجديد، والاستطاع الإنسان يذهب ماشيا يذهب ماشيا ويذهب من طريق ويعود من طريق آخر، والفرحة والبهجة وتهنئة الأحبة والأقارب والأصحاب، وتهنئة من لقيت في الطريق، والتهنئة طبعا بابا مفتوح، يعني ما في لها صيغة محددة، لكن مما قاله العلماء يقول تقبل الله منهم منكم كل عام تبخير، مثلا عيدكم مبارك، من هالكلمات الجميلة المعبرة. طبعا التزاور وأيضا الترابط والتراحم، أيضا الإنسان يشيل الكلفة عنه، يعني بعض الناس تلقاه رسمي زي ما هو، صح. يوم العيد تلقى رسمي، حتى لا دخل المجلس الناس طوال رسموا معاه، لا منتفخ، ازرع البهجة منتفخ. اي والله منتفخ، ما من يفقعوا كذا نسمه شوي، لا ازرع البسمة والابتهاج. صحيح. لذلك الفرحة من صفات من سمات العيد، الفرحة والابتهاج. نعم. واللهو البريء. يا سلام. فهذا بشكل مختصر جدا اللي هي سنن العيد. اما الرسائل، انا وانا جاي في الطريق يا ابو عبد العزيز كنت اسمع البث، ثم دخلت وسمعت أيضا منايف تكلمت أنتم بكلمة جميلة جدا، وهي عن المرأة. نعم. التي تعبت من أجلنا، وذكرتم أنتم بشكل أخص مسألة رمضان. أنا أقول المرأة جميل جدا أن تشكر الآن، لكن المرأة تحتاج للشكر من يوم ما طلع نادي الدنيا إحنا نشكر فيها، لأنك كل إذا شكرت المرأة أنت شكرت الأم، إذا شكرت المرأة أنت شكرت الأخت، إذا شكرت المرأة أنت شكرت الزوجة، إذا شكرت المرأة أنت شكرت البنت الابنة، كل واحدة منهم ترى باب خير عظيم لك، كل واحدة منهم ترى من أبواب سعادتك، كل واحدة لها قدرها ولها مكانتها، لذلك تشكر مين وتخلي مين. لكن بشكل أخص نقول لمن تعبوا معنا في هذا الشهر الكريم نعطيهم زيادة جرعة في الشكر خاصة إضافية في هذا الشهر الكريم، لأنه فعلا حنا تفرغنا لصلاتنا لطلعاتنا. يعني مثل أنت يا أبو عبد العزيز، اسمح لي شوي، أم عبد العزيز الله يسعدك، ها أنا أتقدم لك شكر نيابة عنه، وينك أكثر وقتك في القناة، هذا الكلام أنا أتكلم عنك، حملوني شوي أنت في القناة، أخوان أنا المذيعين اللي المتزوجين كلهم، أنا أفطرت يوم واحد مع الوالدة فقط، طيب الوالد في رمضان لا حق عليك، زوجتك معك صبروا وتحملت عنك العيال وقامت وبيض الله وجيهن وجيههن اللي هو الفصحى، فهمتني؟ فعلا يعني تلقى الوحدة بسكينة، بعض الحريم من بعد الظهر دخلت استنفار المطبخ من بعد الظهر، صحيح. بعض النساء اللي مرة تلقى العصر يا سلام ساعتين ثلاث مقابلها الغز القز هالنار على الحرارة والفو، وبعضهم والله اللي جاء حروق وحالة حالة، والله اني اذكر بعض الحريم والله زوجتي مثلا اجي مسكينة مبقعة وش لقيت والله السمبوسة طشت علي بالزيت، مسكينة انحرقت بالزيت الجبن واللي فقع فيها الضغط يا الله واللي تبهذلت واللي تشيل تحط تمد لك ذاك الصفرة يا كبرها فيستحق، طبعا هي اللي تشيلها. نعم. خاصة اللي ما عنده مثلا شغالة هي تحط لك هي تشيل لك، غير هم عيالك، غير انها مريحت لك البيت، غير انك تجي يا ناس ابغى انام وابعد العيال عني وحمت عنك العيال هناك. لذلك فعلا ان كان من تاج يعطى في شهر رمضان نعطيهن، بيض الله وجهك، ان كان من شهادة تقدير تعطى للمرأة، اما ابنة زوجة اختا كانت، كل واحدة مولعة نفسها عشان هذا الرجل. الله. لذلك اسأل مولى عز وجل في هذه الليلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم، نسألك يا ربنا ألا تحرمهن الأجر. آمين. اللهم لا تحرمهن أجر. آمين. اللهم إن بعضهن أعلم أنا والله إن بعضهن قصرت في طاعتها لأجل زوجها، والله بعضهن قصرت في طاعتها لربها لأجل زوجها،
راح يقوم الليل ويسوي مساكينة قاعدة حول البيت برابط العيال، والله عرف بعضهم والله ما قدرت تحصل للتراويح ماسكها البزارين ويروح يصلي ويتهجر في كل مكان. فأسأل المولى عز وجل أن يرفع قدرهن، أن يحفظهن، أن يسعدهن. اللهم إن كان من تقصير حصل منهن، اللهم فاجبر كسرهن، فاجبر كسرهن، واكتب لهم عظيم الأجر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. واختم هالنقطة مع دمجة في حاجة ثانية، سير مكس 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 مع الوقت. أنا أقول هؤلاء الأم والأخت والزوجة والبنت وغيرهم يبون منك عيدية. الآن كل واحد منا يفكر بيروح يصرف ويسوي. أنا أقول نبغى اليوم السنة هذه عيدية غير. والمقترح هذا سمعته من أخي الغالي أبو نايف. يا سلام. خلنا نحط صوتي مع صوت هو راعي المبادرة، بس أنا أقولها بصوت عالي. يا سلام. خل عيديتنا السنة هذه غير. أنا قلتها يمكن ليلة 27 و28. نبغى عيدية غير. ال50 ريال والمية بتروح يمكن فوقتها، لكن عطها عيدية تبقى للآخرة. اكرم امك الليله، انت اللي تشوفني الان امك حق عظيم عليك تنتظر منك العيديه. ما اجمل انك زي ما قال ابو نايف الله يسعده تخش ببطاقه معك. اذا ما امدى البطاقه تجيك اكتب كذا ورقه الحليوه كذا، امي الغاليه يا من انت كنت السبب في وجودي وسعادتي. لو اهديك اسمعوا اغششكم العبارات، لو اهديك الدنيا ما تاتي تحت رجليك، لكن احببت ان اهديك شيء من الاخره. هذا الوقف لك سهما فيه هو عيديتي لك. قلها للزوجة، قلها لبنتك، قلها للقريب والحبيب. لذا خلوا عيديتنا السنة هذه عيدية، وهي دنيا عيدية فوق، عيدية في الآخرة هناك في وقف أم الأوقاف. ما أجمل هذه العيدية. لذلك وأيضا يكون لكم بصمة في هذا الوقف في آخر. بيقولوش علي ياسين ده قاعدنا هو رمضان حتى العيد ما تركنا هو الأوقاف. نعم لن يحبكم، أحبكم وأحب لكم الخير، ودي أنا وياكم نتكي في الجنة. نعم على رأيك متكئون، نتكي هناك. نبغى أنا وياكم بإذن رب العالمين نجتمع في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل خايف عليكم من المحشر من حرارة الشمس وعذاب، أبغاكم تستظلون في ظل عرش الرحمن من السبع الذي يظلهم الله في ظله أو تحت ظل الصدقة. لذلك أنا أريد لكم الخير لآخر رمق لآخر نفس. عيديتنا غير عيدية وقف أم الأوقاف. الآن رتبي الآن يا بنيتي وأنت يا ولدي وأنت أيها الزوج، رتب كيف الآن تضبط هذه العيدية لزوجتك. بكرة تفاجئها بأنك أعطيتها سهم، سهم يجعلها بإذن رب العالمين من الناجين في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. تكون أيضا أعطيتها مفتاح الباب الجنة. ليه؟ سمعوني، ليش مفتاح الجنة؟ لأن من أبواب الجنة الثمانية باب الصدق. باب الصدق أنت أعطيتها باب للصدقة، باب من أبواب الجنة. إذن عيديتنا غير مع قناة الواقع في هذا اليوم العظيم الجميل. عيديتنا غير مع قناة الواقع وهي سهما في وقف أم الأوقاف. والأرقام موجودة، والأرقام موجودة زي ما قال أخوي الشيخ بدر، الأرقام موجودة واللي تقدر. يعني على فكرة يعني لو سهم 250 ريال لا نقول ما نبغى زيادة، ما قدرت ما هي مشكلة اللي تقدر. بعدين تراسلهم على الواتساب يا شيخ. الواتساب إهداء على الرقم